si abnormal o van a garantizar bien. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا كلمة أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة من الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ألا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Menene
كده بقى. وإذ قالت الملائكة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب كذب وكفى به إثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وكفى به إثما مبينا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لي مصدقا لي قلي مصدقا لي إدغام كامل بارك الله معكم مي كم مي نعم كم مي بارك الله فيك إدغام متماثل ميوقا ميوقا إقفاء شفوي إخفاء شفوي قول هذه بارك الله من قبل أن نطمس وجوها ونردها على أدبارها منفصلة بارك الله فيك أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت السبت إدغام لام الشمسية بارك الله وكان أمر الله الله أمر الله الله مفعولا إدغام لام الشمسية بارك ما تفهم اسم الجلالة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بارك الله فيك